ريت الجبل الله ما تمديت من لولو شو ليت المهدي قرية نعيش بالفلاحة رب البقر الشياه المعيز فهمت الدجاج كل شيء كل ما هو حاجة موجود تعيش تربي البقر والسعي وتعيش منها تعيش منها تاكل منها تقري ذرها منها تخلص ميه وضو وكل كل ايها التوز يا محمد جوارك مش جاي تهزل حليب ولا يا اخي مش نمشي يا خاطر مشاكل متبل للعلفة للمية للضو كل شيء موجود معنا للقطاع هذا انت زادوك في المية زادوك في الضو زادوك في العلفة في التبن بلت التبن بالمنتاج دينار تبن انقمع منين مش تصور ني ولا با مش ويا الشركات هذانا تعبونا الشركات هذانا مش يفلسون اصلا أكلة فلاح تلقاه بالعشرة ملايين مسوال والأكثر ناه من غلار ألف شركات معناها تحب تكسرنا يكسروا المشروع هذاي أصل يدقدق كما دقدق الدجاج الدجاج المداجن الأول مرة كلهم أي واحد تو فلاح ما تلقاش يربي الدجاج يربوه كوش رؤوس الأموال رؤوس الأموال منهم من الشركات أظن هم عندهم شركات نتاع الدجاج البقر تو زاد داروا للبقر باش يخدموا البقر الدولة تستورد اللحم بلا جول تقعد راقدة لا جول وصلنا هذا بحفاة هنا الكيلو نبيعوا فيه ب 15000 وب 14000 والدولة تستورد لك اللحم تستورد اللحم باك تتكسر انت تلعجل تصرف عليه كي يقعد راقد وهو حاضر ثم اللي يقعد بستة شهور وهو حاضر ستة شهور وحاضر وما تبيعهاش بسوم بختف السوم المشاكل نتاع الحليب هذيا احنا ما عندناش معناها خدمتنا كل كاي الخدمه نخدم ونجري ونجبو ونتعبو انا ما رابحه السناطر الكبار الربح نتاع السناطر الكبار من احنا الفلاحين الصغار والله خدمتنا كل كاي معناها تعرفش كحشيشه الدخان ما نجمناش نقطعو وخاسرين فيه تو بالنسبه تو خاسرين فيه طول توزت بعد قرط هكا ترى فيها بن موش حتى قرط ناخذ توصلنا ب 15000 تو هاي ولا 7000 8000 بشكاره العلفه ب 55000 المي وكيف كيف الضو كيف كيف عمال معناها تو كيما انا عندي هل البقرتين هذا ناي عام اكثر فيهم ثلاثه ولا اربعه يفارعوا فيه وصلنا حتى نتيجه معناها نبيعوه من غير مزيه يلزمنا نبيعوه البقره هذا من غير مزيه هذا الحل نتاعنا احنا معناها باش تخليه خسرت بائع خاص دوري القشار علاش خاطر هم كان معناها واقفين معناها تو هو يزيدني 100 فرنك في الحليب من هني هكا ويزيدني من هني هكا 2000 فرنك في الشكاره يزيدني 100 فرنك من هني في الحليب يزيدني على الواد يزيدني فيه 100 فرنك تزيد فيها ما تزيدها ليش هذه القشار القشاره معناها تزيدني في 100 فرنك تزيد فيها على المواطن هي راهي الحكايه واللي يزيد في العلفه اللي رؤوس الاموال تزيد في العلفه اش بيك مثلا علاه تزيد فيا انا في 100 وانت تزيدني من هنا 2000 فرنك خليتني نايف حليبي كيما نبيع كيما هو وما تزيدنيش في العلف حليب ما يغطيش العلف اكثر فيهم هذاناي ولا ما يغطيش العلف ايش يعمل لك هو يجيب لك العلف على قد حليبي
على قد الحليب اللي تبيع فيه، والباقي معناها هاك المنتوج نتاعنا نتاع العجول وكل الغله ذيك نبيعوا ونخلصوا، ما يجيب لكش علفه هو راهو زاد. الأسباب الرئيسية للتحرك نتاعنا الارتفاع المشد، معناها الأسعار العالية. تصور معناها الفلاح اللي كان ياخذ تشكارة العلفة ب 35 و 40 دينار، اليوم أصبح ياخذ 55 دينار. معناها يكون نعمل عامل مشروع يصرف علي، نولي أنا نصرف على مشروعي، فهمتني؟ الفلاح طلع الحلقة الأضعف في السيركل هذيا الكل تاع اللوبيات والشركات الاحتكارية هذيا. نهار 9 فيفر 2021 مشينا عملنا تجمعنا الفلاحة الكل نتاع ولاية جبلة، ومشينا عملنا وقفة احتجاجية قدام الولاية. تجاهلونا المسؤولين معناها والسلطات المعنية، ما حكي معنا حتى حد، اللي خلى الفلاحة تفلقت وتخمم في التصعيد. روحنا نهار 10 فيفر عودنا تجمعنا في ولاية جبلة في الرومبوان مقر الاعتصام سابقا، فهمتني؟ وقررنا ان نركزوا اعتصامنا ثميكة ونسكروا كياس. اللي خلى الدولة ساعتها جاوبتنا معناها فعشيتها، معناها عشيت نهار 10 فيفري معناها جاوبتنا بطريقتها الخاصة، قمع معناها رهيب اللي نحكي لك معناها على اكثر من 10 لير، معناها كعبة كريموجين، نحكي لك على رصاص مطاطي، عنا ضربوا فينا برشا برشا معناها مواطنين، مداهمات للديار، اعتقالات معناها بطريقه عشوائيه. ثم شكون هزوه من دارو، انا واحد من الناس هزوني من القهوه النهار الثاني هذا نتاع الاعتصام، هزوني من القهوه، فهمتني؟ ناس تحلب في باقراتها وناس تعمل في فلاحتها وهدوا عليهم من ديارهم ويضربوا فيهم بالكريموجين وكلام زايد، معناها لا قدروا لا كبير لا صغير. عندنا ناس ازماتيك وما نجمناش المشكله وين حتى نمشوا نداو المواطنين اللي ضربوا ساعات بطريقه معناها اللي يضرب وبعد المنطقه حاصرها من الجهات الاربعه نجي نخرج، معناها انا الملولش ما عنديش كيفاه حتى نخرج الملولش، فهمتني؟ معناها ديما هي عولت على انها باش تدير المواطنين، باش المواطنين مش يسلموا، بالعكس المواطنين جاوبوهم بالوحده وبالتنظم. معناها قررنا ساعتها ان ناسوا بديل نقابي، ناسوا مثلا تنسيقيه صغار الفلاحه بولاد جبلة اللي من خلالها ندافعوا بها على حقوقنا، رغم ان ثلاثه مداهمات امنيه، لكن احنا ما خلناش، ما هذا الكل زادنا كان قوه وزادنا كان وحده، فهمتني؟ لان الدوله معناها رضخت للمفاوضات. علفة غاليه انا شدوها مكنوا يزيدوا فيها زيد 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 للمعاش طيق هلا الفلاح مضبي ما يعلفهاش اصل للبقر. اللوبيات قاعدين يزيدوا في العلف، ولا من يحكم فيهم؟ لا تحكم فيهم دوله ولا شيء، دولة هم متفاهمين هم والدولة. القانون هذاك عديه بما اموره تتريق اللي يعدينا. انت الفلاح اش بيه ما عملولهاش قانون في شكارة العلفة با الفلاح يخدم اموره في البيع. قوانين يعدوا فيها الارواح ما عدوا فيها با يخدموا هم بصالحهم، بصالح الفلاح ما تتعداش. عندك الشركات الماشية الفا بولينا اظن نستعملوا معاهم احنا العلفة، يزيدوا في الاسعار ويقولوا لنا الصاجة وقطانيا يجيبوا فاهم برا، يجيب فاهم برا مش تحسبها على حسابي ناي. هي كيما كاكاش بها الدوله ما دعمناش، ما هي ذا كاكاك ما دعمنا الدوله، ثم دوله ولا ما ثمش؟ كان ما ثم دوله ما يسالش. والدوله الحليب هذا منين؟ ما يمشي للشعب ياكل فيه الشعب. الدوله تتواطى مع الشركات هذه اللي توزع في العلفه الماشيه، تتواطى معاها اللي انت تو وقت اللي تزيد شبيك ما تكلمهاش، شبيك ما تعملش حل على البلاصه، كل ما جات شيء متواطيه معاها. الاقتراحات اللي تو يمشوا بها نتاع التعضديه ونتاع الواحد هذه يمكن تساعدنا شوي. هذه اللي كان يمشوا بها معناها نتاع التعضديه هذه معناها يرخصوا يجي يعطونا يدعمونا العلفه هذه اللي قالوا حكايه 40,000 شكاره ولا شني، يمكن هذيك تساعدنا شوي. حلول ان يطيحونا في العلفة ويوفوا لرؤوس الأموال هل تدعم هل تجيب في الصاجة وتجيب في الثاني وتجيب في الواحد من برا، هم اللي مضيعين نحن.
هم هذاك مسكت هذاك مسكتهم سكتونا احنا معناها كيغش يشير يرمي لك عبا حلو. هم كانوا يوقفوا لروس الاموال هذاك اللي عنده زوز فرنك اللي عنده زوز فرنك جايبهم ياكل فينا بهم احنا هذاك وين ما وصلناش حتى حل. نعملوا تعذيبيه ترافقنا في شويه في العلفه وتولي امورنا واضحه الاخرى ما تاكلناش الناس الاخرى ونلقوا يوقفوا لنا شويه الصغار الفلاحين. يبقى اعتصام ولاد جبل الله الفلاحه كانوا يتحركوا تحت شعار يد تبني واخرى تقاوم. يد تقاوم الشركات الاحتكاريه هذه والواحد والقمع متاع الدوله ويد اخرى تبني وتصنع البدائل وتجيب البدائل اللي هي مثلا اليوم كيما ولاد جبل الله نحن قاعدين نناقشوا في اطار تاسيس اللي مشينا فيها خطوه كبيره وعندنا نهار 9 جوان 2021 عندنا جلسه انتخابيه للشركه التعاونيه المجلس الاداره في الشركه التعاونيه واللي هي اليوم الشركه التعاونيه تحد من استغلال الوساطات اللي قلت لك معناها هو الفلاح اليوم يمر معناها في دوره كبيره معناها من المحتكرين من القشار للسونتر نتاع الحليب معناها تصور انت القشار يهز منه الحليب يهزه للسونتر السونتر يبيعه للمعمل نتاع الحليب كذلك السونتر ياخذ العلفه يبيعها للقشار القشار يهزها للفلاح معناها الفلاح لقي الجماعه الكل قاعده تربح فيه. اليوم كي نعملوا تعاضديه فهمتني الوساطات هذه الكل نلغوها اولا نولوا نتعاملوا مع معمل الحليب ديريكتومون حكم مولاد جبل الله اليوم راهي تنتج في 40,000 لتر حليب فهمتني يوميا نولوا نتعاملوا مع معمل الحليب ديريكتومون. اثنين زاد نولوا نتعاملوا مع معمل الالفا ديريكتومون من غير ولا ما نستحق معناها يجيب لي معناها يجيب لي معمل المجمع هو اللي يجيب لي العلف فهمتني تولي عن طريق التعاضدين نتعاملوا مع المعمل ديريكت وبعد كي توقف التعاضديه على رجليها وتشد روحها معناها نولوا نجموا نعملوا حتى معمل نتاع الفا صغير خاص بينا احنا ونعملوا تركيبتنا الخاصه بينا فهمتني. الفلاحه هذيك احنا خلقنا فيها نموتوا فيها ما نجموش نبعد عليها هذاك هو هذاك الاقتصاد نتاعنا هذاك قلت لك احنا خاسرين فيه هذا البقر هذايا والفلاحه خاسرين فيها على طول وما نجمناش نفرطوا فيه لو جي مثلا ناس اخرى راهي فرطت فيه وهاني فرطت برشا عباد باعتها ومشت فيه تمرض بقره والله نمرض ليه والله نعدي عليها هي وصغيري اللي نعدي عليه تجوع نجوع انا وهي مجوع رمضان كامل اقسم بالله لا تحنا نهار احنا هاملين في الغيب وفي الواحد ونجيبوا له في الماكله باش يلعب. حاب نقولها للصغار الفلاحه في تونس اللي ما ثمش حتى حل الا مقاومه هؤلاء الشركات الاحتكاريه وما ثمش حتى حل الا المقاومه واليوم انتم شفتوا اللي وصلنا له معناها بمجرد تنسيقيه محليه وصلنا حققنا ايقاف توريد اللحوم والحليب اللي برشا ناس راهنت على فشلنا وبرشا ناس قالوا لنا راهي هذه مطالب وطنيه برشا ناس انتم معناها برا امشوا اطلبوا مطالب محليه معناها برا اطلبوا تنوير ولا طرقات ولا كذا وفك عليكم من العلفه بالرسمي استغلوا الاعتصام واطلبوا احنا كبشنا مطلب انه يرخصونا في العلفه ولا تحديد هامش ربح للعلف هذه اليوم مثلا تمديد ملولش الكل ولا تاخذ في العلفه تكلفه الانتاج واكم شفتوا انتم تنسيقي مجرد تنسيقيه محليه فوضنا مع الوزير وصلنا ان نفرض عليه ايقاف توريد اللحوم والحليب اليوم اللي نحب نقوله معناها ما نجموا نعملوا حتى شيء الا اذا نتحدوا وما ثمش حتى حاجه واليوم ما دام مثلا كيما نقولوا الاتحاد الفلاحه والصيد البحري اليوم اخر همه صغار الفلاحه راهو اليوم قاعد يدافع على كبار الفلاحين واليوم قاعد يدافع على المستثمرين وعلى رؤوس الاموال هذيه معناها اخر همه صغار الفلاح ما عندنا حتى حل الا ان نتحدوا ونشوفوا على بديل نقابي يدافع علينا ويطرح لنا مشاكلنا احنا كصغار فلاح.